احنا مستشفى حي الريفي قسم التغذيه نستقبل حالات سوء التغذيه على الحد الوخيم في اليوم ما يقارب 18-19 حالة جديد المترددين ما يقارب 20-25 حالة يزورونا من المناطق من الأرياف. معانا سوء التغذية انتشرت في دي الأيام بالذات أو في هذه السنين بسبب الصراعات اللي حاصلة في البلاد من ناحية النزوح تعب الأسر وحتى اللي والله موجودين في نفس مناطقهم بسبب كمان الصراعات، عدم وجود أعمال، عدم توفير الغذاء اللازم للأسرة وللطفل يؤدي إلى سوء التغذية، يؤدي إلى سوء التغذية للطفل ويؤدي إلى سوء التغذية كمان للأم.